بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في عالم آمال. إن شاء الله نديروا لاميرينغ بطريقة أخرى. عندنا 140 غرام بياض بيض وعندنا 200 غرام سكر غلاسي. عزيزتي المشاهدة، هنا ديري البياض تاعك 140 غرام بياض البيض مع شويه تاع ملح، قرصه ملح، وخدميه في البيطره جيدا. هنا عزيزتي كيما راكي تشوفي، الله يبارك، طلعنا بياض الثلج. نضيفو سكر غلاسي ملعقة، يعني بشوية. وانا بغيت نقول لكم هذا اختياري انا، نبغي ندير ملعقة صغيرة من لافاني، اختياري تاعي هذه الطريقة. ونخدم نضيفو ملعقة سكر غلاسي حتى يطلع لنا لا ميرينغ. المشاهدة كما راكي تشوفي دارنا المنقار، هنا عزيزتي نحتاج الى ملون اصفر مع البانسو، ملون احمر مع البانسو تاعه، ونحتاج الى عيدان تاع الخشب، طارق تاع الخشب، طارق تاع الشوا، راهم نقسموهم على زوج. دوك تشوفوا الطريقه عزيزتي، نحكم بانسو تاعي كيما راكي تشوفي هنا، نجي ندهن بهالطريقه اللي نوريكم. هنا عزيزتي كما راكي تشوفي ندهنو، واش كما راكي تشوفي، ونزيدو باللون الاحمر، ونفرغو لا ميرينغ. هنا سيداتي كما راكي تشوفي بهذه الطريقه سيداتي كيما راكي تشوفي، درنا هاد الطريقه تاني
وندخلوهم الفرن، طلعيهم الايطاج الفوقاني على درجة 150 درجة وتخليهم لمدة تقريبا ساعة يطيبوا. انا يعني اخترت ما يوصلوش ساعة ويطيبوا لي.